تواجد بمقر القيادة الجنوبية هنا بمدينة أكادير، حيث انتهى قبل قليل حفل الإطلاق الرسمي لمناورة الأسد الإفريقي في دورته 17. طبعا في كلمتيهما بالمناسبة الجنرال دوكور دارمي الفاروق بالخير أكد قائد المنطقة الجنوبية أكد في كلمته على ضرورية وأهمية التعاون العسكري المغربي الأمريكي الذي يأتي في ظرفية تعرف فيها التحديات الأمنية تطورات كبيرة في منطقة الصحراء والساحل، وأكد على مكانة التعاون الأمني والعسكري المغربي الإفريقي. كذلك من جهته الجنرال ميجر جنرال أندرو رولين، هو نائب قائد القوات الأمريكية بأوروبا وأفريقيا، أكد على هذه من جهته على مكانة التعاون العسكري الأمريكي المغربي في الذي تعزز في السنوات الأخيرة، وتعهد بأن تكون هذه الدورة الأفضل في تاريخ المناورات الأسد الإفريقي التي انطلقت منذ العام 2002، وقال بأن هناك تم الإعداد لسيناريوهات حقيقية تقرب الجنود من الوضعيات التي يمكن أن يقعوا فيها، وكذلك التحديات الأمنية والعسكرية التي يمكن أن يكونوا فيها على مختلف المناطق الجغرافية التي ستشهد هذه العمليات العسكرية. كذلك المناورات من المرتقب أن تعرف منطقة جغرافية تعادل ربع القارة الأمريكية الولايات المتحدة الأمريكية، ولها أهمية بالغة في تعزيز التعاون العسكري والتنسيق بين مختلف القوات الحاضرة هنا التي أشرت فيها التقديم أنها تمثل 3 قارات وتعرف مشاركتها أزيد من 10,000 جندي، فبالتالي هي مناورة مهمة تؤكد هذا التعاون العسكري الذي يتكرس سنة بعد أخرى. فبالتالي هذه المناورات يرتقب أن طبعا أن تشهد عمليات عسكرية لمناهضة الأعمال الإرهابية، وكذلك مختلف التحديات الأمنية بالمنطقة، كما قلت بأنها تعرف مشاركة دول و30 مراقبا عسكريا بالإضافة إلى حلف الناتو، وكلها عمليات عسكرية ستعود طبعا بالنفع على جميع القوات المشاركة.